السيد قائد سريات الدرك الملكي بوزدان، السادة الحضور الكرام، تحتفي مفوضية الشرطة بوزدان على غرار جميع المصالح الأمنية عبر الربوع المملكة بالذكرى 60 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. وبهذه المناسبة الغالية على قلوب جميع المغاربة قاطبة وموظفي الأمن الوطني بصفة خاصة، يسعدني ويشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أطر وموظفي مفوضية الشرطة بوزدان أن أرحب بالحضور الكريم وأشكركم على ثقتكم بمؤسستكم الأمنية ومشاركتكم لنا هذا الاحتفال السنوي. وكما لا يخفى عليكم فإن لهذه الذكرى أهمية خاصة بالنسبة لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، إذ تتجسد فيها أسمى معاني العطاء، التفاني والإخلاص في العمل، نكران الذات، وكذا الروح الوطنية التي تميز رجال الأمن المتواجدين رهن إشارتكم سواء بالشارع العام أو بالمراكز الأمنية حفاظا على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم. ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أشيد بالمجهودات الحثيثة التي يبذلها جميع العاملين بالمصالح التابعة لهذه المفوضية، والذين لا يدخرون جهدا من أجل المحافظة على أمن وطمأنينة ساكنة هذه المدينة وحماية ممتلكاته، وذلك في إطار الحكامة الأمنية الجيدة. ويبقى التعاون الأمني مع فعاليات المجتمع المدني من الأهمية بمكان، حيث أصبح يشكل منفعة عامة وثمينة ينبغي على الجميع الاهتمام بها، كل من موقعه ووفقا لقدراته ودوره والمسؤوليات الملقاة على عاتقه في إطار التدبير المندمج لقضايا الأمن أو ما له علاقة بالإنتاج المشترك للأمن الذي يقوم على أساس التعاون الوثيق بين الأجهزة الأمنية ومحيطها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي. وما المشاركة الفعالة والبناءة لنساء ورجال الأمن في العديد من الأنشطة، وعلى سبيل المثال الحصر المشاركة في الحملة الوطنية للسلامة الطرقية التي استمرت لمدة أسبوع، إلا خير دليل على الثقة المتبادلة والعلاقة المتميزة التي أصبحت تربط هذه المفوضية بباقي الشركاء. وتكريسا لتوجهات المديرية العامة للأمن الوطني من أجل مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، لا يفوتنا التذكير بالمجهودات الحثيثة التي تبذلها العناصر الأمنية التابعة لهذه المفوضية، حيث قامت بعمليات أمنية يومية تم خلالها توقيف عدد من الأشخاص المبحوث عنهم والمتورطين في قضايا متعددة كالسرقات، الاتجار في المخدرات، السكر عند بين إلى آخره. أنجزت في حقهم مصادر قانونية حيث تم تقديمهم إلى النيابة العامة، وهذه بعض الإحصائيات المتعلقة بمكافحة الجريمة. السرقات الموصوفة تم إيقاف 60 شخص، الاتجار في المخدرات تم إيقاف 100 شخص، استهلاك المخدرات 400 شخص، السكر العلني البين 167 شخص، إصدار شيك بدون مؤونة 81 شخص، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين تم تقديمهم إلى العدالة حوالي 1142 شخص. وفي ظل هذا الإشعاع والعطاء أهيب بجميع الموظفين العاملين بهذه المفوضية إلى المثابرة وبذل المزيد من الجهود والتحلي بروح المسؤولية والنزاهة للقيام بمهامهم الأمنية طبقا للمقتضيات القانونية الجارية بها العام. وسعيا منا إلى ترسيخ سياسة التواصل والانفتاح التي أضحت من أولويات المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تقريب الإدارة الأمنية من المواطنين، فإننا نؤكد أن أبواب مصالحنا ستظل مفتوحة في وجه جميع فعاليات المجتمع، تكريسا لمبدأ الشرطة المواطنة خدمة للصالح العام. كما أستغل هذه الفرصة الثمينة لتقديم الشكر إلى كل من السلطات المحلية والقضائية والأجهزة الموازية وفعاليات المجتمع على روح تعاونها. وختاما
نشكركم أيها الحضور الكريم على مشاركتكم لنا احتفالات ذكرى تأسيس مؤسستكم الأمنية، سائلين العلي القدير أن يمد بنصره وتأييده أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأعز أمره، وأن يحفظه وولي عهده الأمير الجليل المولى الحسن وباقي الأسرة الملكية الشريفة. كما نتضرع للمولى عز وجل بأن يتغمد برحمته المغفور لهما الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني، طيب الله ثراهما، وأن يدخلهما فسيح جناته، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.